خطيرة خطيرة وتدخل الدفاع شباب الوداد، وهذا من باب الامكانيات اللي يزخروا بها الفريقين، وخلت الكرة السودانية تعتمد كلها على الفريقين. شوف هذه الكرة اللي أخرجها أحمد فلاح برقم 10 ملكي، مرة تضع الكرة تسديدة خطيرة خطيرة لكن جانبية. حارس احمد فلاح من الحكم تضيع الوقت البورندي، نعم كابين دينغوبي، ربما ارضيه في الميدان اثرت على احمد فلاح، لكن بين الفريقين والتعادل السلبي هو سيد الموقف في هذا اللقاء. سليماني يحاول الضغط يسترجع الكره، يمرر ناحيه يونس، ربما الهدف ركن او ضربه جزاء، لا الحكم يقول ركنيه. الى ناحيه الهجوم السوداني بالعقد جميله ناحيه من يدخل داخل 18 متر، يراوغ خطيرة والهدف، أول هدف لصالح الأمل السوداني في هذه اللحظات الدقيقة الرابعة عن طريق هذا اللاعب على ما أظن إلو. إلو ملكي إعادة اللقطة، مراوغة جميلة امام عمري، تسديده قويه باليسرى يهاجم بها، اكيد تحصل مثل هذه الكرات مره اخرى، وضم الهدف الثاني، واحمد فلاح ينفذ الموقف في اخر اللحظات. شوف في مثل هذه الكرات اصبح نيجيريا شيء جميل جدا، النوادي الجزائريه لحد الان افريقيا متاهله. يونس يمرر، لا تدخل الدفاع، خطيره خطيره الكره عن طريق اللاعب باي، مرة لاحظ الزملاء احمد مدحوت، لا تؤثر، يقص الكرة، غاري من الهجمات المعاكسة، لا زيادة ذلك لم يرجع في الدفاع على المنطقة تاعو، لانه المفروض ضيع الكرة يرجع الحالة الدفاعية بسرعة. نعم هنا فساد حضور ذهني قوي. نعم دائما الخطا بوسط الميدان، يعني المشكل هو بوسط الميدان فريق شباب بلوزداد، الكره دائما تقص على هذا المستوى، يعني ما فيش قلب دفاع. هاني لكن معزول الحارس الذي خرج، ربما الهدف، لا خطا فادح من الحارس السوداني محمد عبد المنعم، لكن الكره لم تستغل بالطريقه المثلى. يونس اراد الدخول، في شكوك، في شك تماما، يجي من الخلف جايبه يسدد، نعم. على باي بسرعته يراوغ، نعم يتقدم بالكره ناحيه سليماني، سليماني داخل 18 متر، لا 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 باي ضيع فرصه سانحه لتسجيل هدف التعادل وحصره كبيره. نعم ومجهود كبير كذلك من باي سليماني بطريقه فنيه، بالعقب بطريقه فنيه رائعه داخل 18 متر، باي ولمسه الكره، احد مدافع الامل السوداني ركنيه في هذه اللحظات لصالح الشباب، نتمنى ان يكون الهدف هدف التعادل، تنفذ والحارس يتدخل بقبضه اليدين، ما زالت الكره على الشباب، مره اخرى يتدخل ويبعدل الكره، حذاري مثل هذه الكرات، حذاري 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 حذاري، يسدد وفلاح، فلاح احسن ما فعل فلاح، عمر المباراة حتى الكرونو، فيه مهارات ما شاء الله، يعني فيه مهارات لكن للاسف مثل هذه. يونس، من يونس يدخل، ربما الهدف، ربما الهدف، في اخر المطاف يرجع الحارس عبد المنعم، فرصة أخرى راحت ليونس. شوف شاهد مرة أخرى بالعرض البطيء، كان بإمكانه تسجيل في المرة الأولى ثم المرة الثانية، تدخل الدفاع والكرة تروح مباشرة إلى الوزداد في اللقاء الذهاب من الدور السادس عشر، وبالفعل في هذه اللحظات يعلن الحكم البورندي كابين دينغوبي مفطى عن نهاية اللقاء وتفوق فريق الأمل السوداني أمام أنصاره بملعبه بهدف مقابل صفر أمام فريق شباب بلوزداد بهدف مقابل صفر. نذكر الهدف سجل في الدقيقة الخامسة عن طريق